وجد سيرك الأخوين جاسكا وسيلة لنقل العروض في البث الحي المباشر عبر فيسبوك بعد اضطرارهم التوقف عن استقبال الجمهور بسبب فيروس كورونا. المزيد في تقرير الزميلة جمانة خديجة. مع استمرار أزمة فيروس كورونا والتشديد على أهمية الحفاظ على قواعد التباعد الاجتماعي، اضطر سيرك الأخوة جاسكا التوقف عن استقبال الجمهور بعد أن غادروا المكسيك لإقامة جولة عروض في كولومبيا. السيرك يحتاج إلى جمهور وعائلات تأتي لشراء التذاكر والدخول إلى السيرك. هذا الأمر من المستحيل حدوثه اليوم. لا يمكننا أن نفعل ما نحبه، نحن مقيدون، لكننا متحمسون لإعادة فتح أبواب السيرك لجلب الفرح لجميع العائلات التي تحتاجها اليوم أكثر من أي وقت مضى. رغم جميع العقوبات، فإن عزم الأخوة لتقديم العروض لرواد السيرك كان أشد وأقوى من أزمة الوباء. فوجدوا في البث الحي عبر منصة فيسبوك وسيلة لنقل عروضهم إلى ملتزمي الحجر الصحي في منازلهم، ليس فقط في المكسيك أو كولومبيا إنما في العالم أجمع. هذا العرض هو مخصص لجميع العائلات بحيث ينسون لوهلة مشكلتهم الأكبر وهي عدم الخروج أو فعل ما كانوا يقومون به بالعادة. ومع انتهاء الأزمة سيجد سيرك الأخوة جاسكا منصة أكبر وجمهورا أوسع لتقديم عروضهم المتميزة.